قصة نجاح في عالم السكواش. من طنطا بدأ طريق البطولة في رحلة أسبوعية للنادي الأهلي، حصد العديد من البطولات. حبه للعبة سر نجاحه في الدراسة الصعبة. في أولى حلقات نجمع الطريق في شكله الجديد هنشوف مع بعض قصة آدم وحكايته في سكواش النادي الأهلي. معكم سلا حامد، تابعونا. ودلوقتي جه لقائنا مع آدم عشان نعرف أكتر عن تفاصيل مشواره وإنجازاته. أهلاً بك يا آدم. أهلاً وسهلاً بحضرتك، أنا سعيد إن أنا مع حضرتك هنا. في البداية يا آدم عايزك تكلمني عن رحلتك الأسبوعية من طنطا لنادي الأهلي الجزيرة وتفاصيلها. أنا ببقى في طنطا أيام 2 و3 و4 و5، بحضر المدرسة وأسافر أجي على هنا الأهلي، بعد آخر كم ساعة في آخر اليوم، فبعضهم كده ترفيه هنا في النادي. بعديها ببتدي يوم الجمعة، باجي هنا الأهلي أتمرن فتنس بتاعي وتمريني والجيمز بتاعتي، واروح البيت ونفس الموضوع يوم السبت، ولحد بمشي بالليل بروح على طنطا. ياه، مشوار طويل قوي عليك. تمام، احكي لنا عن ليه اخترت لعبه السكواش وايه سر حبك ليها. اولا ببتدي بلعبه الجمباز، كنت موهوب فيها برضو، طلعت بطوله تحت 7 تحت 8، خدت فيها ذهب الاثنين. بس انا ما كنتش بحب الجمباز علشان هو يعني لعبه ناشفه بس محتاجه فلكسبيليتي برضو. بعديها لعبت السباحه مع الجمباز. السباحة أنا كنت فعلاً أحسن واحد في الفرقة بتاعتي، كنت في فريق، وطلعت كان في حاجة اسمها تتابع، كانت ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي. أنا كان النادي بينزلني التتابع دي علشان أخد نقط أكتر للنادي، أديهم نقط، مع إني يعني أنا كنت كويس فيها جداً. فبعديها بقى ايه، انا جبت فيها ذهب كتير جدا في التتابع، بس كانت ثنائي عشان الثلاثي والرباعي كانت والخماسي كان اكبر مننا بكتير. بعديها انا مامتي وبابايا كانوا بيلعبوا سكواش وهم صغيرين، انا كنت بتفرج على، يعني ماما وبابا كانوا بيحبوا ان هم يودوني الملاعب عشان اتفرج على السكواش نفسه وقوانينه، فانا حبيت اللعبه دي. ففي مره قلت ماما انا مش عايز العب اللعبتين دول، انا ما بحبهمش. فماما قالت لي ان احنا لازم نبطل الواحده ونلعب السكواش معاها، فقلت لها ماشي. سبت الجمباز وبقيت مع السباحه. السباحه محتاجه رجل قويه جدا وبرده السكواش، فانا كنت بخلص تمرين السباحه وبعديها السكواش كنت ببقى مجهد ومش عارفه اروح المدرسه، ومع ان كان في تعارض ما بينهم برده، يعني انا كل 3 شهور بيجيني مثلا، كل 3 شهور ولا حاجه او اكتر كان بيجيني في الضمتين كريم، فكنتش بعرف امشي ولا اروح المدرسه. بعديها سبت السباحه عشان ما بحبهاش والتزمت بالسكواش. سري حبي ليها بقى عشان انا بحب التشالنج ما بيني وما بين اللعيب، انا وبحب اللعب الفرديه قوي، فيعني التشالنج دي بالنسبه لي احسن حاجه بحبها في السكواش. طب آدم كلمنا عن البطولات اللي انت اخدتها مع النادي الاهلي. هو الصراحه كل البطولات اللي اخدتها تنصب للنادي الاهلي. فاول واحده خالص كانت البطوله العربيه، خدت فيها 5 الحمد لله. بعديها يعني هي كانت بطوله صعبه قوي الصراحه، كان بيخش فيها كل الدول العربيه. بعديها خدت اليو اس، بطوله العالم المفتوحه اليو اس في امريكا. هي دي كانت من اصعب البطولات اللي انا خدتها، بالذات عشان صحابي المقربين ليا بره مصر وجوه مصر لعبتهم، بالذات صاحبي قريب مني في مصر هنا لعبته في السيمي فاينل، كسبته 3-2، كان ماتش صعب جدا قعد 2.5 ساعة. فانا بعديها كلمت مامتي وبابايا ان انا مش قادر العب
الفاينل كان جالي شدتين في العضله الضمه، ما كنت درجه جالي كرامب فيها، ما كنتش عارف امشي. فبعديها انا اصلا مامتي وبابايا كانوا مش معايا، حتى اخوي ما كانش معايا. انا بابايا ما كانش كده كده هيسافر معانا، فحجز لي انا وماما واخويا. فبعديها ماما واخويا جالهم ظروف جامده جدا، ما عرفوش يسافروا معايا، فسافرت لوحدي. سبحان الله كابتن من طنطا برضه كان مسافر عشان الناس اللي معاه سافروا. فانا ما كنتش ولا مسكت مضرب معاه ولا اتمرنت معاه ولا دخلت ملعب اصلا. فبابا قال له اللي هو ياخده معانا، ياخدني معاه يعني. فهو موافق يعني مش هيحصل حاجه لو خدني معاه، وقعدنا هناك. بعديها لعبت في الفاينل واحد اسمه جاك الرياني. كنت دخلت طلعت كل باور بتاعتي. اول جيم كسبت 11-5، بعديها ما كنتش عارف امشي فسبت له 3 جيم اللي بعده. طب احكي لنا بقى يا ادم عن الكاس ده. ايه الكاس ده؟ ده كان ثالث كاس خدته. كان هنا في مصر في التجمع في نادي بلاك بول. كانت البطوله ارضك العربيه المفتوحه، مش عربيه، هي ارضك جونيورز اوبن. فكان بيجي ناس من بره برضو، من بره مصر، دول كتير جت. دي انا خدت فيها تاني. البطوله ما كانتش سهله، ودي من البطولات اللي خلتني اقوي نفسي واشتغل على نفسي اكتر واعرف عيوبي. كان مصريين كتير كانوا بيعرفوا يلعبوا، لعبتهم ما عدا ماتش واحد كان من روسيا، وده كان صاحبي جدا الصراحه، عمر الطيعي، بابا البطل العالم من زمان، من اول 10، محمد الطيعي. لعبت في الثمانية، وبعديها لعبت في السيمي فاينل واحد من الاهلي هنا، كسبت 3-0، اسمه علي رحمة. دي البطولة، أكتر البطولات اللي قوتني عشان أخد بطولة هونج كونج، خدت فيها أول. ده كاس بتاع البطولة خدته في هونج كونج؟ أيوة. طب احكي لنا كده عن الكاس ده. ده كاس هونج كونج، بطولة العالم في الصين المفتوحة. دي خدت فيها الحمد لله أول. لعبت مصريين صعبة كتير، ماتشات صعبة قوي. الحمد لله خدت فيها أول. دي كانت برضو بطولة صعبة جدا، دي من أصعب بطولة خدتها الحمد لله. كان في الثمانية أصعب ماتش بيتهيألي يعني، هو وفاينل. ماتش في الثمانية من واحد صيني. بعد الماتش أصلا من كتر ما هو صعب، ماما دخلت على hongkong.com اللي هو الويب سايت بتاعهم، واكتشفنا ان ده اصلا الاول على 11 سنه وليه رانك جامد برضه في 13 سنه. الحمد لله كسبته 3-1. الماتش ده مش هنسى الكابتن اللي واقف معايا فيه، كابتن منتخب، وانا اصلا كنت خارج من الدعسه، بس كسبت جوه الدعسه في السيمي فاينل والفاينل. ويعني البطوله دي بشكر مامتي بالذات، هي عشان دي من السبب الرئيسي ليا علشان اخد البطوله دي. برافو عليك يا ادم، ما شاء الله بجد عليك. طب احكي لي دلوقتي بقى، انت بتحب تتفرج على مين؟ يعني مين مثلك الاعلى محليا وعالميا؟ محليا هو واحد 19 سنه اسمه كريم الترك، بحبه جدا. بقى عالميا انا بحب ناس كتير واعتذر كمان، يعني اللي اعتذروا في بنت نيكول ديفيد، وفي بطل عالم برضو اعتزل انا بعشقه الصراحه واعرفه برضو، رامي عاشور. واللي لسه ما اعتذرش اتنين متجوزين، طارق مؤمن ورنيم الوليد. بس احنا نعرف اصلا طارق ورنيم كتير جدا، بيعرفوا اخويا بالذات، يعني هو لسه اصلا من 3 اسابيع مديله مضرب كده عشان هديته بعيد ميلاده.
أنا عرفت إن دراستك صعبة، إزاي بتوفق ما بين الدراسة الصعبة دي وبين التمرين؟ فعلاً الدراسة صعبة جداً، بالذات إن أنا أي جي أصلاً، فأي أي تأخير أي يوم ما جتوش مرضي بقى تمرين بيبقى بيفوت عليا كتير جدا. الدراسة أصلا يعني أنا السنة دي سنة ستة باخد الامتحان من كامبريدج من بره مصر، فدي من كامبريدج دي بتبقى مرحلة سيريس وصعبة جدا بالذات في الإنجليش. اتنين وتلات واربع أنا بتكثف كل دروسي وببقى ما فيش وقت أصلاً إن أنا أخد راحة ما بين أصلاً أي هومورك أو أي دروس، يعني بتبقى حاجة صعبة بالنسبة لي بالذات التلات أيام دولت. المذاكرة بتبقى بالنسبة لي مش الصعبة، بس الحل والبراكتس الكتير بيبقى متعب للأعصاب بالصراحة. كلمنا يا ادم عن التكريم اللي انت اتكرمته في النادي الاهلي، واحكي لنا حابب تحقق ايه الفتره الجايه في النادي الاهلي. التكريم ده انا فاكره كويس جدا، يعني فاكر اكتر ان انا اتصورت مع خطيب سيلفي موبايلي. يعني انا التكريم ده اداني خلاني احس بنفسي اكتر واعرف ان النادي الاهلي مقدرني، وده اللي خلاني اعمل في البطولات المحلي اللي فوق، مع ان دلوقتي لسه طالع من السن برا مع اللي فوق سني بسنتين، ومع انهم عندهم احسن مني خبره وجسمانيا ومنتل، فيعني بالنسبه لي ده كان من احسن الحاجات اللي حصلت في حياتي، وده اداني حافز ان انا اخد البطولات المحليه دي، وطموحي ان انا اخد بطوله الاهلي الجايه ان شاء الله. يعني طموحي ان انا اخد الاول فيها واحقق بطولات عالميه مع الاهلي ودوليا كتيره مع الاهلي. شكرا جدا يا ادم، وان شاء الله ربنا يوفقك الفتره الجايه وتاخد البطوله باذن الله. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر النادي الاهلي اللي هو واقف في ظهري، وان شاء الله ناخد البطوله زي ما حضرتك بتقول. ان شاء الله ان شاء الله. ودلوقتي جه لقائنا مع كابتن عبد الرحمن شعبان تدرب سكواش بالنادي الاهلي. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. دلوقتي يا كابتن في البدايه عايزين تكلمنا عن موهبه ادم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول انتوا مشرفينا. ادم من اللعيبه الصاعده الكويسه جدا. هو لسه ده اول سيزون ليه تحت 13. ان شاء الله متوقع من ادم ان هو السيزون الجاي يبقى ان شاء الله يعني هيبقى في التوب 10 ان شاء الله، ويحاول يحقق مراكز كتيره. ادم موهوب من زمان، كل الناس كانت شايفه فيه الموهبه دي، هو لعيب تالنت، لعيب عنده ثقه في نفسه، فمن نوعيه اللعيبه اللي هو تحب تلعب معاهم، تحب تمرنهم، فكان باين قوي ان هو هيبقى لعيب كويس. يعني هو السنه دي طبعا عشان لسه اول سيزون ليه، فلسه ما وصلش للمرحله اللي احنا مستنيينها منه يعني، فهو ان شاء الله مع هو كلها شهرين والسيزون يخلص، ده السيزون الجاي ادم هيبقى ان شاء الله يعني هيبقى في التوب 10 يعني ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. كابتن انت شايف ادم ممكن يحقق ايه الفتره الجايه؟ هو طبعا هيبقى هدف ادم ان هو السيزون الجاي طبعا في بطوله البريتش اوبن، هو بيرتب لها ان هو عايز يصعد البريتش اوبن، بياخده اول اربعه في الايفنت بتاعه، فتقريبا ده الهدف الاكبر ليه اللي هو عايز يوصل له يعني ان شاء الله، يعني انا متاكد يعني ان هو هيبقى قدها ان شاء الله في بدايه السيزون يعني. بص انا لعبه السكواش طبعا انا بنصح معظم الاطفال ان هم يلعبوا السكواش، لان السكواش لعبه بتتناسب مع جميع الاعمار، مع اللي هو في ناس بتلعبها فور فان، في ناس بتلعبها كبطولات، اللي عايز يلعب بطولات بيبتدي بقى من 5 سنين ل8 سنين. اللعبه بتساعد ان اللعيب السكواش بيبقى عنده لياقه بدنيه عاليه، بيبقى عنده ثقه في نفسه، بيبقى عنده رد فعل، فهي بعيد عن ان هي منافسه كمنافسه، لا هي كرياضه لا كويسه جدا يعني، تنفع اي لعيب، اي ولد بنت، جميع الاعمار يعني.
الكابتن وجه رساله لكل طفل حابب ان هو يلعب لعبه السكواش. طبعا انا بحب انصح اي لعيب ولد او بنت ان هو يمارس لعبه السكواش. السكواش بيناسب جميع الاعمار سواء طفل او حد كبير، ولد او بنت. فدايما لو بنصح حد ان هو يلعب السكواش كبطوله طبعا يبتدي من 5 سنين ل8 سنين، لكن لو اي حد عايز يلعب السكواش فور فان كرياضه لا طبعا هي كويسه جدا، وبنصح اي حد يلعبها لان هي بتساعد على اللياقه البدنيه، بتخلي فيه ثقه بالنفس، بتخلي فيه توازن، بتعمل حاجات كويسه جدا. فممكن اي حد ممكن يلعبها سواء كبير صغير راجل بنت اي حد يعني. فطبعا بنصح اي حد لو حابب يلعب السكواش طبعا تبقى رياضه كويسه جدا يعني كرياضه يعني. ولو كمنافسه لا يا احنا ممكن نتكلم من 5 سنين ل8 سنين، ده افضل سن اللي ممكن يبتدي فيه يعني. لا المسافات ولا الدراسة ولا أي عقبات تمنع البطل عن تحقيق حلمه. في حلقة النهاردة آدم ادانا درس في الإرادة، قوة العزيمة، وحب النادي الأهلي. أشوفكم في حلقة جاية مع قصة نجاح جديدة في نجم على الطريق.